بطل الخر. جونتر سيدي خليفة ريا لا صدمة ناري ناري تا هي راه إلا ركزتي فيها راه كتشبه ليها نيت كتشبه لها ديك ماي خليفة إلا ركزتي معاها مزيان. وكنوعدهم نمسحهم وعمري نعاود نخسر الهضره ولا ندير شي حاجه. وداك الهضره اللي قلت انني نخطف لك الدري وداك الشيء ما كايناش صافي. تبقى تعطيني نشوفو نهار ولا تعاملت معايا تبقى تخليني نشوفو يومين ولا ثلاث ايام والله يسهل عليها والله يسهل عليا. وكتعتقد على ان سليمه ممكن تسامحك؟ انا عارفه تسامحني. تخليني نشوف غير تريس صافي وتسامحني ما خاصها حتى شي خير. اليوم دخلت الحانوت نشري عطس قال لي خرج قود علاه بدلوها مشي كانت يرحمك الله. سي اخنوش صوتات عليك الوالده الله يرضي عليك مين رجع للمغرب بغا يشوف القاب بحال هكا راه دعي فيك الوالده قودتيها والله حتى تقودها بالرب راه تصلي الفجر دعي فيك دبرتي عليها الله يرضي عليك المغرب خصو يرجع بحال هكا من هنا خمس سنين عندك عاودني منه. موت يا حمار تسنى خاطر 600 سنه ما عمره رجع بحال هكا فاش كتخدم انت وصحابك في شي بلاصه. ولا عمري انا سمعت امراه تقول ليش الرجال لابس هذا الثوب ممكن يغريني وانا ماشيه في الشارع وممكن ما يغريني. انتوا كثير يعني كثير صار في تدخل في حريه المراه الخاصه. لازم تتدخل لنا القوامه لنا الولايه احنا القاده احنا انتم تبع انتم لازم تكونوا تعترفون بانكم تبع لنا الرجال ما تبغون تعترفون هذا الشيء. على فكره انت هنا تبعي انا هنا مديره البرنامج. شي يقول اش فكره زوينه. صراحة فكرة زوينة ما نجي ما نقول معلم واعر هذا والله إلا معلم واعر ما نجي ما نسرق أخويا تبارك الله عليك. علاش تسمى زرقاء؟ صبر طلع اخنوش غيصبغها غيصبغها بالخضر ولا الصفر اللون اللي بغيت غيديروا ليكم. هذا عمو على وحق الله العظيم الله الا قال علاش السما زرقاء. شباب اليوم نتكلم لكم على اول تطبيق ممكن تستعملوا باش تواصل مع اي فنان مشهور عزيز عليك وكيعجبك مباشره في مكالمه فيديو ولا يقدم لك اعضاء خاص ديديكاس بسميتك الله يلا فراتي ماما شافتك بيبي بيبي حلو صغير يا الله حبيبي شو استدي ومخسة والفيق يلي في الدار وبيعمل بيبي بيبي وبيعمل خي 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 في سروالو تروي على عد البوجة انا عدت اول بوجي في عالم سري بابا سري بابا شنو بابا وير وي شباب انا وبطل عالم بابا انا شنو وير وبابا انا طويل مش كداش هذيك النهار هذيك النهار شد سبع بوحدو كنا نمشي للغابة ويشد سبع يا هذا السبع مسكين بقى كيبكي وبقى يقول ميو ميو السبع كيبقى يقول ميو. تبارك الله عليها سبب كلامها غادي تغير نظرتك للجواش
الناس فقدوا الفهم ديال القيمة ديال الزواج، لأن الزواج ميثاق غليظ، هو واحد النوع واحد الكونترا موثقة بين الرجل والمرأة ديالو بشهادة الله سبحانه وتعالى أولا، وبشهادة جوج شهود عدلين اللي هما موثوق بهم واللي توثقوا هذيك الوثيقة. واللي الزواج في الحقيقة ماشي الواحد مي كنت يتزوج كنت يفكر أنه النية ديال الزواج نية صادقة للستر من أجل بناء أسرة ويكون عندنا وليدات، وكذلك الزواج نكون زواج حتى في الآخرة، لأن الأزواج الصالحين راهم تيتبعتوا غدا يوم القيامة أزواج كذلك. فلذلك يعني بوغ ليترنيتي يعني الاستمرارية. الآن تيتزوجوا إما زواج مصلحة أما زواج هما باقي ما ناضجينش، أولا ما اختاروش الزوج المناسب لا من طرف الذكر ومن طرف الأنثى، ثالثا ما عرفوش بأن هذه مسؤولية كبيرة أمام الله أولا وأمام أنفسهم وأمام وليداتهم. الناس بارك الله عليك أختي عطاء، الله سبحانه أنت ما نقول. شاف العزاوية تبارك فاش غادي يسهل عليك الله انت وصحاباتك طاقيهم. اخويا انا كنشوف هاد الدريه تاعو كتخدم ليك واحد الشهر شهرين 3 شهور 6 شهور كاع 7 شهور كتلقاها نزلات حديده فرقع، واخا ما عرفت كيفاش دارت ليها بنادم تتلقى خدام 5 سنين 6 سنين وكاع ما تيكسب حتى موطور، كتخدم ليك واحد 6 شهور ولا 7 شهور كتنزل لك حديده كي دارت ليها والله عارف. موقف لا يحسد عليه. بقى فيا الحال بقى فيا الحال زرب انا خاطر انت فين مد لي كمكو فين شكون اللي سوق لك اصلا؟ انا ما عمري قلت هذا الكلام ولكن اللي قسمين عطري برك انا نقول لك انا ما عمري قلت هذا الكلام ولكن اللي قسمين عطري برك انا نقول لك هذاك صاحبك اللي كيجمع الفلوس 7 8 9 هل ثلاثة عند خوتكم يا الفيلم؟ فهمتكم راكم غادي تمشيو عند خوتكم دابا دابا زوين فين مشى هذا؟ فين مشى كبوتي؟ فين مشى هذا؟ رحمة لا انا بعدا نخلص 1600 درهم باش ندير ربع ساعه من الحكومه وانتوما انا بعدا نخلص 1600 درهم باش ندير ربع ساعه من الحكومه وانتوما